صاحبي وانا مؤمن طلب مني حاجه مسكره، فعملت له الاوريو براوني دودي. والله العظيم يا جدعان اول مره يدوقها، اقسم بالله ومش بحور، ولسه هوريها لكم الاونست رياكشن قدام الكاميرا. يلا بينا. خد معلش، اسال سؤال مهم جدا. الاوريو دي عامل ايه بقى عشان ما اخش حاجات دي؟ معلش يا جدعان، اصل الباشا عامل دايت وانا مش عامل. يا عم انت هتمثل؟ والله ما باكل اوريو ولا باكل الكلام ده. ايه الفكره دي؟ واحده فاكسان. ده عباره عن ايه بقى يا ماجد؟ قول لي، اشرح لي. دوقها وشوف. اشرح لي. عارف نوع البازر؟ بينتس ومطحون معاه. اما انت عمالك تديني كل الشتايم الحلوه دي بعد ما قفلت الكاميرا. ما تشتم كده حاجه لايف على الجمال. المشكله انا كنت عايز ادي نفسي، عايز اروح اكل تفاح مثلا ولا حاجه. بس شكلها عامل ازاي؟ يلا مش هنمشي بقى ولا ايه؟ تعالى كده يلا بيج. استنى يا عم، سلام على الحاج يا عم. دلوقتي افتكرت يا معفن. لا طبعا، عندي في القلب يا حاجه. هاتي بوسه بسرعه. انت حياه قلبي. اه قوي ما بعرف. يلا سلام يا حاجه. سلام يا حاج. السلام عليكم. طبعا معانا المؤنة على ظهري اهي، وبلاوي سودا. داود عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز احترمت نفسك انت لما لقيت في كاميرا. ها؟ لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. الجو كان برد ومطره وسقعه وبرق ورعد، بس كان حاجه ايه يا جدعان، تحفه. قررنا طبعا نروح نشتري حاجات الاول من كارفور زي ما هتشوفوا كده. المانجا ده ولا ايه؟ كل دي افوكادو ده ايه؟ ده كبيره فشخ. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الافوكادو دي ما تجيبوهاش يا جماعه، ناشفه فشخ. ثواني ثواني، مش تعرف ان هي كويسه ولا لا؟ بتشيل البتاع اللي عليها ليه؟ بتلاقيها بنيه. طبعا دي مش مستويه بنسبه 100%. البيت يا جدعان رخص يا جدعان، 85 جنيه بس. والله عامله 28 جنيه. 28 جنيه. فش عادي يا جدعان، تجيبوا عنب عادي. عشان بيقول لك هاي جلايسيميك اندكس، قول له خد فيزا. جلايسيميك اندكس ايه يا عم الشاطر؟ الجلايسيميك اندكس بتاع العنب 47، لا هو 53 مش 47، بس ستيل برضه لو جلايسيميك اندكس. واي حاجه اقل من 55 تبقى لو جلايسيميك اندكس، عشان بيقول لك الجلايسيميك اندكس بتاع العنب عالي. كبيرة يا اخي، اتق الله يا اخي. شوف يا جدعان لقيت ايه؟ جرين كولا. هو دايما بيجيبها دي عادي. لا والله، دي زيرو كالوري، زيرو كالوري والله. ايوه دي جاي. وزيرو شوجر، ده ايه يعني؟ حاجات زي الخضار يعني ولا مش فاهم؟ كولا يا ماجد كولا. بص في هنا في الاورنج كمان. ميه غازيه، كراميل، احماض، انا دي جبتها فانتا بالظبط. ودي زيرو زيرو كالوري برضو؟ زيرو، كلهم زيرو. بتهزر. اه والله. كام دي؟ 8 جنيه؟ قال لك ب 8 جنيه. بقول لك انا اخدها بضمانتك. علم حراميه. طلع ب 13 جنيه، 13 جنيه بحالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوساخ. رب اللبنة الأخيرة بقى، 200 جرام رز، بيضتين مسلوقين، والبرجر، وطبق مية. تبقى ناقص وجبة أخرانية مثلا بروتين ايس كريم او بروتين سيريال، هنشوف يعني. يلا
بتاع الجرين ده مؤمن ما عجبكش انت صح؟ كوكا كولا ربنا يستر 13 جنيه بحالهم. طبعا دي حاجه للفانزات بتاعت الانستجرام. طيب تعالى بقى نشوف ده بيقول ايه. ساعدش يا عم لسه سخنه فشخ بس هندوقها وخلاص. استنى 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 دي لون اخضر فعلا يا مؤمن. اخضر فعلا ايه يا برنت؟ لا 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 مستحيل الصوت ده مستحيل. والله حلو لونه اخضر يا ابني عشان كده مكتوب عليها جرين بتاع لونه اخضر فعلا حلو والله فشخ بس دي مش عارف ليه مش موجوده في المحلات موجوده في عدد ماركت بس وغاليه علشان محلاه بستيفيا طبعا الاستيفيا الكيس تقريبا ب 216 جنيه او حاجه كده يعني قشطه صباح الفل يدور يا جدعان ليه بتكلموني الساعة 2 بالليل يعني اللي عنده سؤال ده ما يستناش للصبح مثلا استغفر الله العظيم يا رب شرب مية طلع الأكل من التلاجة كسر الكيت كات جهزنا الحاجة هنا اهي حد يكلم حد الساعة 2 الفجر يا جدعان لا فاصل يا جماعة وبعدين لما اقول لك كده في التليفون تتصدم على اساس ان الساعة 12 ما انت قبل ما تكلمني وصلت الساعة دي الساعة 2 يعني عشان نفوق بقى كوباية قهوة ايه عجب احنا دلوقتي رايحين العشاء من رمضان يا جماعة من التجمع علشان نصور مع شركة سايبس انجوي وصلنا هنا الحمد لله وابتدينا نعمل المعدات بتاعتنا وبدأنا تصوير المكان ده صح؟ صورنا فيها زي كده. مش طبيعي. شكلها فشيخ وعلى فكره ده براون بريد تقريبا. طب اديها واحده. حلوه؟ شكلها فشيخ، طب الحلويات مش هتروح تضرب حلويات؟ كمان شويه. في براون هناك اهو. اضرب لي واحد عشان الجماهير برضه. حاجه براون عشان تكون صحيه. استنى. تونه؟ ايه ده في ايه ده؟ تونه. تونة؟ حلو التونة هضرب برضه تونة الصلاة على النبي هضرب بلاك كوفي وهو بيضرب سماشة تونة
بقى بسرعه الكيت كات براوني دودي. الدنيا اصلا مضغوطه ضغطه السنين. تاخد قطنة. طعمها فشيخ. وهم. وبس خمس دقايق تك 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 نرجع بقى نكمل شغل. كلنا وشربنا نفطر بقى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ في تشيز كيك جوه يا جدعان وفي كميه اكل. بس يلا بقى نجيب بقى ام الترايبود. بص الترايبود يا جدعان انت عارف كده قد ايه؟ الصلاه على النبي. مش زي الترايبود بتاعي حاجه تتشال بايديك الاثنين. كده انا ما بحبش اطلع من البيت الا وانا معايا الاكل كله. حصل ظرف دلوقتي هنخلص لوكيشن نروح لوكيشن تاني. فانت لو مش عامل حسابك في وجبات اليوم كله هتلبس. طب خلاص انا عايز اعمل دراعي. ركب يا حبيبي. بص دي بقى. بص دي شايفها؟ شايف شايف شايف. بص داخله فين؟ داخله فين؟ ماما نفسكش تضرب حاجه من الريد فيلفت دي يا ماما؟ لا وريك بس شكلها تاني. معلش يا ماما هديك طاقه دي بكره ان شاء الله. اكملها اساسا ما تغونيش. رهوه على شكلها مصطفى. كملها دول يعملوا مثلا بتاع 500 بس. ده طبق كنت عامله مؤمن اخويا بس ما لحقوش يعني حد قاله. بصوا التشيز كيك يا جدعان. بصوا ودي هي نفس الوجبه اللي انا كنت اكلتها قبلها بيوم. برجر و200 جرام رز وبيضتين. مش حاجه فانسي يعني. الصلاه على النبي بنطلع وناكل في اي حته مفيش اي مشكله خالص. وهو ده المفروض ان انتوا تعملوه فعلا. نفس الوجبة لأن تحضير الوجبات دي كان في نفس اليوم. فطبعا أنا مش ناقص مع 7 دايت. من هنا أيها السيدات والسادة هقفل الفلوج بتاع النهاردة. كان يوم طويل عريض. حسنا أنا فصلت وخصوصا البرد اللي عندي ده. ربنا يستر. رب الفلوج بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. زعوني لايك وسيبوا كومنت تحت الفيديو ده. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. Peace.